اللوائح المرشحة كانت ثلاثة ديال اللوائح. اللائحة رقم واحد هي الاسم ديالها الأصالة والمعاصرة، الرمز ديالها هو العداد، واللي تيقودها ولا الوكيل ديالها السيد سعيد الناصري في الجزء الأول، والجزء الثاني مخصص للسيدات في نفس اللائحة. الصدارة كانت كاينة للسيدة كنزة الشريفي بوهي. اللائحة رقم جوج وهي لائحة الحمامة، واللائحة ديال الحمامة الوكيل ديالها هو السيد مولاي يوسف العلوي المحلي، والسيدة التي تتصدر الجزء الثاني في نفس اللائحة هي السيدة بشرى الدهلي. اللائحة رقم ثلاثة هي لائحة الميزان، والرمز ديالها هو الكرسي. وكيل اللائحة هو السيد الحسين نصر الله، والسيدة التي تتصدر الجزء الثاني هي السيدة نوال رشدي. نسبة المشاركة من أصل 145 ناخب مسجل، المصوتون كانوا 140 مصوت، أي بنسبة المشاركة 96.55%. النتائج المؤقتة هي كالتالي: اللائحة رقم واحد الأصالة والمعاصرة رقم ديال العداء حصلت على 60 صوتا. نسبة الأصوات المحصل عليها 44.12%. عدد المقاعد المحصل عليها الجزء الأول المشترك 9 المقاعد، في الجزء الثاني مخصص للسيدات 5 المقاعد. الإجمالي بالنسبة للائحة رقم واحد هي 14 محطة. اللائحة رقم اثنين تسمية ديال اللائحة الحمامة حصلت على 47 صوت، أي بنسبة 34.56%. بالنسبة للمقاعد اللائحة رقم جوج، الجزء الأول مشترك 7 المقاعد، الجزء الثاني الخاص بالسيدات 7 مقاعد. إجمالي عدد المقاعد بالنسبة للائحة رقم جوج هي 11 مقاعد. اللائحة رقم ثلاثة تسمية اللائحة الميزان، رمز اللائحة في الكرسي، حصلت على 29 صوت، أي بنسبة 21.32%. عدد المقاعد المحصل عليها 4 بالنسبة للجزء الأول و2 بالنسبة للجزء الثاني، أي بإجمالي 6 ديال المقاعد. المجموع 136 صوت معبر عنه من أصل 140، إذا كاين 4 ديال الأصوات الملغاة. والعدد الإجمالي ديال المقاعد 14، 11 في 6 هي 31 مقعد. وبخصوص التمثيلية النسائية، كاين طبعا 11 مقعد للجزء الثاني اللي خاص بالنساء، 11 مقعد. ولكن كاين كذلك سيدة تم انتخابها في الجزء الأول من إحدى اللوائح، لذا يصبح عدد السيدات 12 سيدة من أصل 31 عضو بالنسبة لمجلس العمالة، والنسبة تتشكل 39% من إجمالي السيدات. 39% من أعضاء المجلس هما سيدات. هذوما النتائج المتوفرة التي شكرنا معكم، وشكرا على صبركم، لأن بقيتم كثير ربما كتعطلوا ماشي تعطلوا، لأنه الانتخاب اقتراح سهل حتى نص ساعة، ومن بعد طبعا كاين العملية ديال الفرز وكذا بالدقة وكذا، والحضور ديال اللجان المثلثة، والحضور كذلك حتى بالممثلين ديال اللوائح. وطبعا القضاء هو طرف، لانه
السيد القاضي هو تيشتغل دابا باش يدقق في هادشي كامل الى ان يعلن النتائج النهائيه الرسميه، ولكن هذه هي النتائج المؤقته المتوفره حاليا. شكرا لكم، وان شاء الله نتلاقاو في مناسبات اخرى. مانساوش بلي غدا كاين مع الشعب جمله ديال انتخاب رئيس ديال الجهه، وان شاء الله الرحمن الرحيم الاسبوع المقبل غادي يكون كذلك الجوله ديال انتخاب رئيس مجلس العمل. شكرا لكم.